But from the perspective of the Carter administration, من منظور إدارة كارتر هجوم صدام حسين كان مفاجأة. الحرب لا تعني من الذي ضرب الطلقة الأولى، إنما تعني من الذي جعل الحرب حتمية في سوريا. العدوان متبادل، بل أن العدوان الفعلي كان من العراق. النظام العراقي والأنظمة الإقليمية الأخرى كانوا قلقين من إعصار الثورة الإيرانية. أول ما طبقت العمليات الانتحارية في العراق طبقت في تلك المرحلة بتوجيه إيراني، بتخطيط إيراني، منفذين كانوا إيرانيين. نحن ضحايا والشعب العراقي ضحية في هذا، إضافة إلى الإيرانيين أيضا ضحايا في هذا. هذا احنا رحنا غزينا بلد اخوات حطمنا نفسنا. السبب الرئيسي وان ربط بشط العرب هو النفط. كان عبور القوات العراقية للحدود الدولية والاندفاع في عمق الأراضي الإيرانية في 22 من سبتمبر أيلول فاتحة إحدى أطول حروب القرن العشرين وأكثر الحروب دموية. روايتان متناقضتان لبدء الحرب قدمهما طرفاها، بيد أن الثابت بينهما أن طريقا طويلا مهد لهذه الحرب المدمرة. نحن التاريخ الرسمي للحرب نعتبره في نيسان، لأنه هناك بدأت عملية ضرب الحدود العراقية بالأسلحة الثقيلة. أما ما حدث في أيلول فهو عبارة عن رد فعل لسلسلة عمليات. يمكن القول إن العدوان متبادل، بيد أن العدوان الفعلي كان من العراق، لا شك في ذلك، وعليهم دفع التعويضات. حقيقة الحرب بدأت أو المناوشات بدأت تقريبا منذ بداية عام 1980، تحديدا منذ ربيع 1980، ثم تطورت في 4 أشهر، ثم قام العراق بالهجمات الواسعة والاندفاع الواسع. إنها جاءت من الجانبين، لا نستطيع القول إن إيران هي التي بدأت الحرب كما يدعي العراق، ونستطيع القول إن العراق هو الذي بدأ الحرب. لاحت نظر الحرب مع وصول آية الله الخميني وتأسيسه جمهورية إسلامية في إيران وسيطرة صدام حسين على قمة هرم السلطة في العراق. استحضر الجانبان في صراعهما تاريخا طويلا من النزاعات الحدودية والطائفية والأيديولوجية. كان في إيران فراغ استراتيجي وثمة وسائل أخرى لإعادة الترتيب، وصدام أرادها أن تكون حربا خاطفة وسهلة. كان يعتقد أنها ستكون حرب أيام ستة أخرى. فكرة التزعم العالم العربي موجودة، قوة العراق براسه موجودة، انتصاره على اليسار وعلى الحركة الكردية، ثم سحق الحركة الإسلامية. أعتقد أنه هو بطل بلا منازع، ويستطيع أن يحطم إيران ويحظى برضا الغرب، فيسمحوا له أن يزعم العالم العربي. أحلام المستعمرين كثيرة، ولكن ثقوا أن واحد منكم يقاتل بتفنقه ونضرة شاشة سنة دون أن يسلم. وأهم الأسباب يعود إلى مال الطرفين في المخططات طموحة لإقامة السيطرة على الخليج وعلى منطقة الشرق الأوسط بأسرها. تنافس إقليمي ترافق مع تنافس دولي في إطار الحرب الباردة على إحدى أكثر المناطق أهمية استراتيجية للدول الكبرى، وتضم أكثر من نصف الاحتياطي النفطي المعروف في العالم. وشكلت الثورة الجديدة زلزالاً في واقع علاقات القوة في المنطقة، وبات التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية في ذروته
مع أخذ العاملين في السفارة الأمريكية كرهائن في إيران. كل شيء بدأ من أخذ الرهائن. الدراسات التي تمت منذ عام 1983 حتى الآن كلها تشير إلى ذلك، إن احتجاز الرهائن خطط له في الولايات المتحدة ونفذ في إيران من قبل الحزب الجمهوري وبعض قادة الحزب الجمهوري خاصة روكفلر وكيسنجر، ثم تم تطبيق ذلك في إيران، ومباشرة تلا ذلك فرض العقوبات الاقتصادية ثم الهجوم العراقي على إيران بالترتيب الذي قلته. كان الإيرانيون قد أرسلوا مبعوثاً إلى ألمانيا في 12 من سبتمبر أيلول عام 1980 قالوا عبره ولأول مرة رسمياً إنهم راغبون في إنهاء أزمة الرهائن وإنهم يرغبون في تجاوز العقبات والاستعداد لمناقشة ذلك معكم. والتقى الأمريكيون معهم بشكل سري في بون بألمانيا، ولكن بعد 10 أيام هجم صدام وأنهى كلياً المباحثات التي كانت جارية. ليس من الصعب أن نفهم لماذا اعتقد الإيرانيون بأننا صنعنا هذه الحرب ضدهم، لأننا كنا غاضبين بشأن أزمة الرهائن. يتهم الإيرانيون الولايات المتحدة بإعطاء الضوء الأخضر للعراق للقيام بالحرب. أنا كنت هناك في ذلك الوقت وكنت أطلع يومياً على كل المعلومات الاستخباراتية التي نحصل عليها في ذلك الوقت. كان بريجنسكي بالتأكيد منشغلاً بذلك إلى أكبر قدر ممكن، ولم يكن لدى أي منهم معرفة أو أعطى ضوء أخضر أو أي شيء آخر للعراقيين. ذلك لم يكن صحيحاً. والواقع إذا فعلنا شيئاً فهو العكس، لأننا كنا في تلك الأيام نحاول أن نفتح علاقة مع الحكومة الجديدة، الحكومة الثورية، وفعلا قمنا بإرسال أناس إليهم لإبلاغهم عن حقيقة أن صدام كان يحشد قوته. أكو فرق بين إعطاء الله الأخضر أو التفاهم ونقول على خطة معينة، وفرق بين استغلال فرصة. أما اتفاق أو ضوء أخضر يهجم على إيران لم يكن هذا موجودا، بدليل أن الهجوم على إيران كلف العراقيين كل شيء ولم يكلف أمريكا شيئا. صدام حسين استغل الفرصة لوجود الرهائن، وأمريكا استغلت الفرصة لهجوم صدام حسين. كان السوفيت يرتبطون بمعاهدة صداقة وتعاون مع العراق، بيد أنهم أوقفوا إمداده بالأسلحة عند بداية الحرب، لكنهم عادوا لتوريد الأسلحة إلى العراق عندما انسحب إلى الحدود الدولية بعد عام 1982. سفيرنا آنذاك في إيران فلاديمير فينوغرادوف ابتسم لي الحظ للعمل معه في وقت لاحق في القاهرة، اقترح على القيادة الإيرانية الدعم العسكري وتوريدات الأسلحة، لكن القيادة الإيرانية رفضت هذا الاقتراح معلنة أنها لا تستطيع القبول بهذه المساعدة، لأن الاتحاد السوفيتي يدعم العراق ولأن الاتحاد السوفيتي قام بغزو أفغانستان. صدام حسين لم يكن يثق لا بالروس ولا بالأمريكان، أصلا لم تكن هناك علاقات بين العراق وأمريكا، ولم يكن صدام يثق فيهم. وأقول لك بصراحة، صدام حتى عندما حصلت الحرب كان يؤكد على الأجهزة الخاصة دائما بعدم الثقة بالأمريكان، وكان يقول الأمريكيون متآمرون. فكيف يمكن أن نتوقع؟ مثلا أقول لك، عندما حصلت عمليات استعادة الفاو في سنة 1988، صدام حسين طلب إدخال الأمريكان ضمن خطط المخادعة، أي من ضمن الأطراف الذين ينبغي مخادعتهم. كانت دول الخليج والدول العربية المجاورة في قلب الأزمة المتصاعدة وتحت مخاوف امتداد الصراع أو الهيمنة إليها. He did contact the Omanis and UAE and also the Saudis and told them that he was getting ready to launch. هو اتصل فعلا بالعمانيين والإماراتيين والسعوديين وقال لهم إنه بات جاهزا لشن حرب أيام ستة فاعلة، وستكون القاضية لإسقاط النظام الثوري في إيران، بيد أن عليه أن يستخدم قواعدهم لكي يقوم بذلك، وقد وافق العديد منهم. نحن اكتشفنا ذلك قبل يوم واحد من التنفيذ، وفي الغالب عندما كانت الطائرات في الجو متجهة في هذا الاتجاه. وأتذكر أننا اتصلنا بعمان وأبلغناهم بأن عليهم أن يتوقفوا ويفكروا.
and told them, you know, that they should stop and think. That يعني على الأقل هذا لا يصح مع صدام حسين. صدام حسين يعتمد بشكل أساسي على بقاء الأسرار أسرار. ولا وطيلة فترة الحرب. أقول طيلة فترة الحرب لم يجري أي تنسيق عملياتي مع أي طرف عربي طرف عربي أو غير عربي من قبل العراق. في أواخر ربيع عام 1981 قدم إلى إيران مقترحان للسلام، وهذه الدول العربية التي تقول عنها عبرت عن استعدادها لدفع تعويضات الحرب، قالوا إنه مستعدون لإعطاء إيران 25 مليار دولار كتعويضات بالطبع نيابة عن العراق، ولكننا قلنا لا، خسائر إيران أكبر وطلبنا 50 مليارا. صدام حسين لم ينسق، ولكنه وجه بضغوط من الأقطار العربية الخليجية لدفع الشرع الإيراني عنها، لأنها شعرت بالضعف إزاء إيران الجديدة، وشعرت أنها أصبحت ريشة في مهب الريح. هذا التنافس الإقليمي في الخليج تم اختصاره عند بدء الحرب في نزاع حدودي في شط العرب اعتبر المبرر المباشر لها. أساس الخلاف هو شط العرب، أما في قضايا الأرض فليست لدينا خلافات كبيرة، هذه الخلافات قد حلت في الاتفاقية. ظلت إيران تطالب بتقاسم السيادة على مياه شط العرب مع العراق الذي منحته المعاهدات التاريخية التي ورثها عن الدولة العثمانية الحق في السيادة على هذا الممر المائي عدا مناطق محددة أمام عبدان وخرمشهر. تاريخيا شط العرب يعود للعراق تاريخيا، والحدود تمر في الضفة الأخرى عدا بعض المناطق المحددة في منطقة الموانئ، وعندما كانت السفن التجارية تأتي إلى إيران تأتي بدلالة عراقية. في عام 1937 تم توقيع أول معاهدة بين إيران والدولة العراقية الحديثة لترسيم الحدود بين البلدين، استندت إلى المعاهدات السابقة بين الدولتين العثمانية والفارسية. لما أنشئت الدولة العراقية عام 1921 على يد الإنجليز، إيران ما اعترفت بها ولا تركيا ولا حتى السعودية في وقتها اللي كانت إمارة ما كانت مملكة، يعني كل جيرانه ما اعترفوا بها، كان في مشاكل. أنا مرة تعرفت على خريطة من السي آي اي، يعني أي وحدة ممكن بأي لحظة بأي حالة لسبب وبدون سبب ممكن تتحول إلى حرب إقليمية. أول ترسيم للحدود يرجع إلى زمن بعيد يسبق حتى معاهدة ويستفاليا التي وضعت أسس القانون الدولي عام 1648، عندما وقعت اتفاقية باسم معاهدة زهاب عام 1639، وهي معاهدة السلام وترسيم الحدود بين الدولتين العثمانية والفارسية التي سبقتها معاهدة عسكرية بينهما عرفت باسم أماسية. ويرجع جذر الخلاف إلى العمومية التي حددت بها الفقرة الثانية من ملحق معاهدة أرض روم الثانية عام 1847. تعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة الفارسية التامة على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة الخضر ومرساها والأراضي الواقعة على الضفة الشرقية أي الضفة اليسرى من شط العرب التي هي تحت تصرف عشائر معترف بأنها تابعة لفارس. فضلاً عن ذلك يحق للسفن الفارسية الملاحة في النهر المذكور بملء الحرية من محل مصب شط العرب في البحر إلى نقطة اتصال الحدود بين الجانبين. هذا جزر الخلاف وقد امتد حتى عام 1979، قلت لك منذ اتفاقية أماسيي إلى اتفاقية الجزائر هناك حوالي أكثر من 400 اتفاق وإقرار قد وقع بين الجانبين، ولكن لا شيء منها قاد إلى نتيجة. ظل الخلاف قائما بين الممثلين التركي والفارسي في لجنة المعاهدة على تفسير الفقرة الثانية، حتى اضطر ممثل بريطانيا في اللجنة الكولونيل ويليامز عام 1850 إلى رسم خط للحدود يعكس بأقصى دقة ممكنة ما أشارت إليه هذه الفقرة. العراقيون يعتبرون أنهم أصحاب الحق في شط العرب، ونحن أيضا لنا الحق، هذان مفهومان مختلفان قانونيا، لدينا استحقاقنا
وهم لهم حق من غلب لأنهم يتحكمون حاضرا في شتى العرب. ودخل النفط الذي اكتشف بكميات قابلة للاستثمار التجاري في المنطقة كعامل أساسي في محاولة إيجاد ترسيم جديد للحدود، أسفر عن بروتوكول عام 1900